سعد سمير ده نجم كبير جدا جدا وسيظل دائما في قلوب كل الاهلاويه. سعد سمير مشي من النادي مظبوط، راح نادي تاني، ولكن راح اعاره لفيوتشر سنتين، لكن في الاخر سعد سمير عمل ايه؟ عمل ايه؟ ورينا. مبروك يا وحش حبيبتي فيروز يا قلبي. شناوي قولي لي يا شناوي. شوفك يا سعد. مبروك يا قلبي. سعد. طب يا سعد. يا سمير يا نجم يا سعد. كابتن اسلام الشاطر بيسلم عليك اهو. اهو. بقول لك يا سعد. فيروزة. يا فيروز. يا لعبي فيروز. حبيبي يا سعد. بصراحة حاجة تدعو إلى الاحترام، وهتشوفوا بقى عكس الكلام ده، أو مش عكسه أنا آسف، إن سعد سمير لو لعب المباراة القادمة يوم الأحد القادم يعني الأهلي هيلعب فيوتشر، شوفوا سعد سمير هيعمل إيه في النادي الأهلي. هتشوفوا سعد سمير هيلعب برجولة وبمنتهى القوة وبمنتهى الالتزام وكل حاجة، لأنه هي دي مبادئ النادي الأهلي. إن تلاقي سعد بيحتفل مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس واللعيبة بتحتفل مع سعد، وفي نفس الوقت الماتش بعد 4 5 أيام هتشوفوا سعد سمير لو لعب، أنا معرفش هيلعب ولا مش هيلعب، أنا ما سألتوش، ولكن لو لعب سعد سمير شوفوا سعد سمير هيعمل إيه في الملعب. هو ده النادي الأهلي على فكرة، هو ده أسلوب النادي الأهلي، ودي تربية النادي الأهلي، وسعد متربي أو ناشئ من ناشئين النادي الأهلي، وبالتالي حاجات كلها يعني الواحد وهو بيتفرج على الفيديوهات دي جسمه بيقشعر.